سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. برنامج الفدية المعروف باسم كوبا ينشر أدوات جديدة ويستهدف قطاع البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وآي تي انتجريتر في أمريكا اللاتينية. ومايكروسوفت تلاحظ إصدارا جديدا من برنامج الفدية بلاك كات يتم استخدامه في الحملات الأخيرة. يتضمن هذا الإصدار أداة إطار عمل الاتصال مفتوحة المصدر Impact، والتي يستخدمها المخترقين لتسهيل الحركة الجانبية Lateral Movement في البيئات المستهدفة. وتم اكتشاف ثغرة SQL Injection في واجهة الإدارة المستندة إلى الويب لسيسكو Unified Communication Manager وسيسكو Unified Communication Manager Session Management Edition. Cyber Security Park نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.